احسن الله اليكم، يقول السائل ابو احمد يا شيخ هل كان رمضان معروف في الامم السابقه وهل كان مثل هذا الصوم؟ صيام شهر رمضان خاص بهذه الامه. اما صيام الامم السابقه فهو على كيفيه بموجب ما شرعه الله لهم في وقتهم. فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كل أمة لها صيام خاص شرع شرعه الله لهم وأما هذه الأمة فإنها تصوم شهر رمضان نعم